الأفلاج هي أقنية محفورة في باطن الأرض أو تم تشييدها على سطحها، وقد تكون مغطاة أو مكشوفة لغرض تجميع المياه الجوفية أو العيون أو المياه السطحية ونقلها من مواردها من خلال تدفقها الطبيعي بسبب الجاذبية الأرضية ودون استعمال آلات لرفعها. والأفلاج في اللغة هي جمع لكلمة فلج ويعني النهر الصغير، وقيل الماء الجاري، وفلج الماء هو الماء الجاري من العين، وكذلك الفلج هو الساقية، جمعها الفلجان أي سواقي الزرع، ومنها الفلجات أي المزارع، والفلوجة هي الأرض الصالحة للزراعة. والأفلاج هو الاسم المتداول لأقنية المياه في أغلب دول الخليج العربي كدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. أما في البحرين فيسمى الفلج بالفقب أو الثقب.